مصر عندها النهاردة حضراتكم ما يقرب من 30,000 مبنى مدارس، 29,152 بالظبط، وعندنا ما يقرب من 500,000 فصل في هذه المدارس. المباني دي عشان الكثافة والتكدس احنا عندنا ظاهرة ان بنلاقي مدرستين في مبنى واحد، يعني ممكن نلاقي مدرستين بمسميين مختلفين بس بيتشاركوا مبنى واحد، علشان نحاول ان احنا نحل مشكلة الكثافات الكبيرة اللي موجودة. احنا عندنا طبقا للعام المالي اللي انتهى 19-20 احنا حاليا لدينا اكتر من 23.5 مليون تلميذ في مراحل التعليم ما قبل الجامعي. الحقيقة لما نيجي نستعرض من هذه المباني حجم المفروض ان احنا كنا نبنيه وننشئه، هنجد الاتي: ان المفروض العدد النموذجي في الفصول بتاعتنا ان لا يتجاوز عدد التلاميذ في الفصل 40 طالب في الفصل، ولكن نتيجة للظروف اللي احنا بنتكلم عليها وحجم التحديات في انشاء المدارس والتعامل مع هذه القضية، بقى عندنا حجم كبير من المدارس، يعني 19% من مدارسنا الكثافات فيها من 40 ل 50، وعندنا 14% من المدارس بتصل فيها الكثافات ما بين 50 إلى 60، وعندنا 7.5 أو 7.6% الفصول الكثافة من 60 ل 70 طالب في الفصل، وعندنا بقى كمان أكتر من 70 طالب في الفصل يوجد حوالي 6.7% من مبانينا. احنا النهاردة مع كل حجم الإنشاءات اللي بننشئه للفصول، وهنشوف بالأرقام احنا نجحنا في إنشاء قد إيه في خلال الـ4-5 سنوات الماضية، ما زال عندنا تحدي ان احنا محتاجين عشان فقط نقلل الكثافات. لو انا هنا مش بتكلم على استيعاب الزيادات السكانية القادمة، انا فقط بتكلم على الكثافات اللي موروثة بقالها 30-40 سنة وعايزين نحلها، احنا محتاجين ان احنا ننشئ 73,000 فصل جديد عشان فقط نرجع ل 40 طالب في الفصل. وده كله تاني انا بأكد انا مش حاطط في اعتباري الزيادة السكانية السنوية اللي بتدخل علينا. ال 73,000 فصل دول هيبقوا محتاجين ما يقرب من 40 مليار جنيه نحطهم علشان نقدر ان احنا نحل مشكلة الكثافة الكبيرة اللي موجودة النهاردة. لكن المشكلة الحقيقية ليست هي مشكلة ان احنا نبني بس. واسمحوا لي، يمكن يعني احنا كنا اتكلمنا على موضوع الكثافات البنائية والحجم البناء العشوائي والغير رسمي اللي تم في مصر على مدار الـ40 سنة الماضية، وعايز أكد تاني يمكن الخريطة دي بتشرح لسان حال مصر على امتداد الـ50 سنة الماضية، إن مع الزيادات السكانية الرهيبة اللي حصلت ما زالت كانت الغالبية العظمى لسكان مصر موجودين على الجزء اللي حضراتكم شايفينه المستطيل الأحمر في نطاق هذا المستطيل اللي هي مساحة لا تتجاوز 7% من مساحة مصر.